للحديث أكثر ينضم إلينا حسام الحياري الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أستاذ الحياري حياك الله في قناة المملكة. عندما نتحدث عن إعادة فتح المساجد ودور العبادة عموما سواء المساجد والكنائس والحمد لله رب العالمين، وعندما ألمح وزير الأوقاف بأنه عفوا صلاة الجمعة هي فريضة في الدين الإسلامي، طيب لربما يوم الجمعة يشهد اكتضاضا في الأيام العادية ما قبل كورونا، الآن وبعد العطش لصلاة الجمعة والصلاة في الجوامع عموما، كيف سيتم التعامل مع حالة الاكتضاض هذه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؟ ستي، أنا أول شيء أهنئ المملكة بهذا القرار الذي اشتاق له الجميع، وكما تفضلت يعني كان هناك عطش لهذا القرار. طبعا أزمة كورونا لعلها من إيجابياتها أنها أوجدت هذه الروح الإيجابية بين الجميع والتعاون بين الجميع، والتي أشار لها جلالة سيدنا في كلمته في ذكرى الاستقلال، حيث قال قد أننا تباعدنا بأجسادنا لأننا تقاربنا وتوحدنا بأهدافنا. صحيح. وأيضا بقلوبنا. معالي الوزير أيضا في خطبة الجمعة الماضية تحدث عن آية في القرآن الكريم تقول لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نحن في هذه المرحلة نحتاج إلى تعاون الجميع مع القرارات، التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الوقائية حتى نبقى في هذا المسار وهذا المنحنى الإيجابي في تعاملنا مع أزمة كورونا، والتي إن شاء الله سنتجاوزها قريبا. نعول على التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الوقائية. طبعا احنا في المملكة نتحدث عن مساجدنا التي ستكون مفتوحة إن شاء الله الجمعة الخامس من حزيران إن شاء الله كما أعلن معالي الوزير. أهم شيء هو الالتزام بالإجراءات، أهم شيء أيضا المصابي كبار السن من لديهم أعراض مرضية عدم ذهابهم إلى الصلاة في ذلك اليوم، والالتزام بالتعليمات والتي سيتم الإعلان عنها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. طيب عندما نتحدث عن هذه الأمور وخصوصا كبار السن، يعني ما ذنبهم بأن لا يحضروا صلاة الجمعة؟ لربما حفاظا على صحتهم، لكن هناك وضوء أستاذ الحياري، هناك آلية السجود، هناك تراصص الصفوف في الصلاة الإسلامية عموما، كيف سيتم التعامل وآلية تماهي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مع المبادئ الإسلامية ومع ما يعني لتوقيف تواجد لنقل فيروس كورونا وتجدده إبان صلاة الجمعة؟ بالتأكيد الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية هو سبيل الوحيد الآن لمنع أي انتشار أو وجود بؤر جديدة لا قدر الله. طبعا الآن في ظل هذه الظروف أشار وزير المعالي وزير الأوقاف في المؤتمر الصحفي إلى أن هناك التباعد بين المصلين لا يؤثر على صحة الصلاة في مثل هذه الظروف، بل هو مطلوب الآن وواجب. أيضا من قضية إحضار سجادة خاصة لكل مصلي، ارتداء الكمامات، الكفوف، القفازات عفوا في اليدين، كل هذه الإجراءات ضروري جدا الالتزام بها بهذه الفترة، حرصا على سلامتنا أولا وحرصا على سلامة الآخرين، وعن لا نكون ممر لعدوى الآخرين في مثل هذه الظروف. السؤال أستاذ الحياري، ولا أعلم إن صح أن أسألك، ولكن يعني في المساجد إن تم هناك مخالفة سواء من المصلين أو حتى من الأئمة، آلية رصد هذه المخالفات وما هي العقوبات إن حصلت مخالفات؟ طبعا هذا الأمر كله سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع القادم إن شاء الله، يعني يتم الآن التحضير لهذه التعليمات والإجراءات. الآن رصد أي مخالفات أو كذا، تحدث معالي الوزير عن شيء قريب من هذا بأنه في حال وجود أي بؤر أو أي تهديد خلينا نقول لهذه لحال الوبائية في المملكة سيتم إغلاق المساجد في تلك المنطقة مباشرة طبعا، حتى لا يكون هناك تهديد أو أي انتشار جديد لا قدر الله. أؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وأيضا أن هذا القرار أصلا ابتداء قرار إغلاق المساجد هو دواء مر تجرعناه في المملكة، هذا الدواء المر هو كان سبيلنا للشفاء، لا نريد كما تحدث أيضا سيدنا في حديثه أن لا خطوة واحدة خاطئة تعيدنا إلى الوراء خطوات، لا نريد أن نرجع إلى الوراء،
ضروري من الجميع الالتزام حتى ننجح جميعا ونتجاوز هذه المرحلة. نعم الأستاذ حسام الأحياري الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شكرا جزيلا لك.